اليوم كنعملوا هذه الوقفه الاحتجاجيه ضد الرئاسه ديال عبد الملك السعدي اللي ما احترمتش الطالب بتاتا في الحق ديال الولوج ديالو للمصدر، خصوصا ان جل الطلبه اللي واقفين هنايا عندهم 4 5 6 ديال المونسيونات، وعملوا واحد المعيار اللي هو معيار غريب ما كاين في حتى شي دوله في العالم لشكون اللي عنده الباك قديمه وشكون عنده الباك جديده. كيفاش هذا المعيار يعني لا يستصيغه العقل؟ المشكل هو ان تم الاقصاء ديال الطلبه من الوجوج ديال الانتقاء الاولي ديال لي ماستر. السبب هو ان عندهم بكالوريا قديمه رغم انهم عندهم الشروط ديال انهم يدخلوا، كاين طلبه عندهم 6 الميزات 5 الميزات. تم التطبيق ديال هذا المعيار هذه السنه، هذا معيار مشحف حق الطلبه، لا علاقه ان العلاقه ديال الباك بالكفاءه العلميه ديال الطالب والكفاءه الاكاديميه ديال الطالب. نقولوا مثلا ان الطالب دا بكالوريا ومرض بشي مرض مثلا دام شي عامين مرض مزمن الى اخره، ومثلا تعافى وبغى يرجع يكمل الدراسه في السلك الجامعي فيتم الحرمان ديالو. ما عرفتش ان هذا المعيار هذا كيتعارض مع لا دستوريا لا مع القوانين، لا زعما المعيار لا علاقه له بمبادئ الانصاف والعداله. حاليا الطلبه كيطالبوا بالادماج الفوري ديالهم في لائحه الانتقاء. حاليا كاين واحد النقاش في الحلقيه، واحد كاينه واقفه، غنشوفوا كل الحوار مع العماده فين يوصل. نشوفوا العماده كتقول ان معايير حاليا غير الاداريين كيقولوا ان معايير من رئاسه الجامعه، يعني ان الكره عند رئاسه الجامعه، وشوفوا الى الله الا كانت شي حلول لنا الطلبه وبقى شي مصدر، لان راه يسيء سمعه المؤسسه الجامعيه. طالب مثلا طالب حاصل على الرتبه الاولى في شعبه الاقتصاد ما تقبلش في المدينه ديالو. يا طالب يا طالب في النضال، يا طالب يا طالب ضرب النضال ما حجات اللاحبه، ضرب النضال ما حجات اللاحبه. لنا فاجأوا اليوم انني لم يتم انتقائي في الانتقاء الاولي، واعزي هذا الامر الى انه واحد الشرط تعسفي ديال الغاء البكالوريا او الباك قديمه، هذا شرط تعسفي لا يتوافق لا مع القانون ولا مع القضاء، ولا لا اعرف واستغرب جدا لماذا يتم مقبره البكالوريا. واش لماذا لم يتم اذا كانوا يريدوا ان يدفنوا هذه البكالوريا، لماذا لم يكتبوا لها مده صلاحيه وبالتالي لم نتقدم الى الامام بها، فنعتمد بكالوريا جديده او كيف ما هما بغاو. وبالتالي من هنا من هذا المنبر ارد اعزي الامر الى انهم يقصوا الكفاءات. كيف لانسان ان يجمع بين امرين العمل والمنزل والدراسه وبالتالي يحصل على اجازه ميزه مستحسن؟ اظن بان هذا تنافس مع الكفاءات بالضبط. الدوله المغربيه واش كتقلب على الشباب اللي عنده كفاءات او للشباب المحظوظ اللي داز مباشره من البكالوريا للكليه؟ هذا معيار صراحه مشحف لا علاقه له بالتعليم العالي، وزعما كنطالبوا من الرئاسه بكل سلميه تغير من هذا المعيار اللي عملت، والا عن التجؤ للقضاء.